اليوم جلسة يعني كتير خفيفة ولطيفة، يعني حتى محتواها أنتم يعني عرفتوا. كتير أنا حابة إني أسمع منكم وأطمن نطمن عليكم، كيف وضع الدراسة، شو المخاوف اللي براسكم، كيف استعداداتكم. يعني أكيد في عندكم قمة قاع بسموها ups and downs لشعوركم بالتوتر وبنفس الوقت الحماس. يمكن طلاب البكالوريا مروا بهاي المرحلة من قبل بالتاسع، يعني يمكن يكون الموضوع عندهم شوي أهون، أو يمكن في توتر أعلى لأنه بكالوريا فما بعده بيكون في مرحلة جامعة. التاسع يمكن لأول مرة رح يخوض هاي التجربة، يعني متحمسة إني أسمع منكم وهيك، وبتمنى إنه يعني نحكي يعني اللي بخاطرنا. يعني بالآخر إحنا هون عيلة واحدة، تمام؟ ورجاء من الجميع، أنا عم بتعامل مع ناضجين وكبار ويعني وناس كتير أكابر عقليا وذهنيا وكل شيء، فبتمنى إنه ما يشوف حدا. لو أنا شاف هذا الشيء سخيف لا يعني إنه عند الشخص شيء سخيف، ما دام هو زعجه أو موتره أو قلقه فهو مهم بالنسبة له. إحنا هون عم نحاول نخلق شيء يعني داعم لبعضنا بمجتمعنا الافتراضي. إحنا كلياتنا طلاب مسارات جايين من هاي العيلة وحابين نكمل على نفس الرتم. وصدقوني صدقوني إذا في إشي أنا اليوم حابة إنه يعني أزرعه براسكم، إنه يعني ما بعد هاي المرحلة صدقا جميل جدا وبيستاهل كل تعب، بيستاهل كل السهر، وبيستاهل كل هذا الاجتهاد اللي أنتوا عم تجتهدوه. ما بدي أحكي بس من هاي الفترة، من بداية السنة بيستاهل بيستاهل بيستاهل، لأنه حياة مختلفة جديدة، درجة عالية من النضج، درجة عالية من التجارب، رح تتعرف فيها على كتير عالم وناس وتخوضوا أشياء وتحققوا أحلام. فهو محطة يعني مش وجهة أخيرة، تمام؟ ولو لا قدر الله في أشخاص منكم يعني ما مشيت أمورهم أو ما تيسرت من أول مرة، دائما في فرص تانية. يعني الحياة والله هيها، أنتم شايفينها مش واقفة ولا على أي شيء تاني، لحتى توقف على امتحان يحدد لي مستقبلي وإلى آخره. لكن الإنسان هلأ أنتم في أهم وقت إنكم أنتم تستعدوا، يعني تستعدوا الاستعداد اللي أنا يا رب أنا رح أستعد هذا الاستعداد وأقدم كل ما عندي، ما رح أخلي هذا الخوف والتوتر حاجز أو عائق أمامي إلى أن أنت تكرمني باللي كاتب لي. يعني تخيلوا أقدارنا كلياتها من لما رب العالمين خلق أول إنسان لحد ما حيخلق آخر إنسان، ومن قبل ما يخلق كمان البشر مكتوبة في أقدارنا، هاي مكتوبة بعرفش بكم من ألف سنة في اللوح المحفوظ. لكن إحنا عم نحقق هاي هي الأقدار، وبعلم الله عارف إحنا شو لشو مسيرين ولشو مخيرين، فيعني إحنا بنعمل اللي علينا. طيب زي ما إحنا متعودين حناخد صبية وشاب، تمام؟ وأسمع منكم كيك اطمئنان سريع. فاطمة يحيى، تفضلي يا فاطمة. إيه أنسة، معك الصوت واضح؟ الصوت هو في وشة بطيء. بجوز هذا من مبرد اللابتوب، دايما أنا على الجوال. يلا. إيه أنسة تمام. هلا المشكلة الرئيسية اللي كلياتنا يمكن هلا إن معظمنا عم يعاني منها هو تنظيم الوقت، ومشكلة إن إحنا ما عم نلحق المواد. عنا يعني كم منيح من المنهاج وما في عنا مثلا إدارة للوقت لحتى نحن مثلا ننظم وقتنا، ونمضي الفترة طويلة، يعني هالفترة طويلة كتير لحتى إنه نلحق منهاج كامل. وبس الحمد لله يعني قدمنا الامتحان التجريبي، ساعدنا كتير كتير، ساعدنا إنه أول شيء ساعدنا بإنه تخطينا مرحلة الخوف اللي عنا، كان عنا رهبة كتير كتير من الامتحان. وكمان الجلسة اللي قدمتها الأنسة ياسمين والأستاذ أسامة يمكن كمان فادتنا كتير، كمان هيك يعني خففوا عنا شوية توتر للامتحان النهائي، والامتحان التجريبي كمان ساعد بهيك. وشفنا أنت، آسفة المقاطعة حديثك فاطمة، أنت قدمتي كل الامتحانات التجريبية؟ أنا قدمت كل شيء.
رحتي ممتاز كويس. كيف لقيتي التجربة؟ معلش بس تحكي لي أكثر، يعني والله التجربة إحنا كانت نعرف كثير وطلاب. مختلفة، التجربة كانت منيحة كثير، يعني كان في إلها الإيجابيات، يعني كثير كثير إيجابياتها، يعني سلبيات ممكن مشكلة المواصلات فقط، يعني هي البعد المركز عني يعني، بس هاي السلبي. أما الإيجابي كانت يعني ماخذة في عنا خوف، شفنا وين مستوانا وين تقصيرنا، نحن عنا بالمنهاج نحن حلو. مقصرين بهاي الشغلة، ممكن هاي الفكرة قلنا عنها مو مهم بنوب، ممكن ما تجي، نحن لقيناها قدامنا صراحة، وهي تفاجأت فيها بالعلوم، أنا قلت هاي الرسمة مستحيل تجي، فرحت لقيتها قدامي بالورقة. إيه فهذا الشيء كتير فادنا يعني، الحمد لله هلقين يعني صرنا كل كلمة بالمنهاج بدنا نحفظها الحمد لله. إيه والشغلة الحلوة كمان إنه التقينا بالكادر الحمد لله وبرفقاتنا، يعني اللي كنا وراء شاشة الكترونية عم نحكي، بس نعرف. رحنا التقينا هنيك وكانت فرحة سبحان الله كتير حلوة. طب شو عم تعملي مشان هيك عم تحسي حالك انه انت مش ملحقة؟ يعني كيف بدي اشوف كيف انتوا يعني بتشتغلوا او بتتصرفوا لما بتوقعوا بهيك مشكلة، عشان انا ممكن يعني ادلكم على طريقة. بس المشكلة يعني إنه نحنا أنا قاعدة بلم من كل مادة شوي شوي مشان ألحق، تمام. بس قلت مشان الأفكار ما تنقطع يعني بمشي مادة مادة، إنه هلا قيل ماني ملحقة معنا يعني خاتم بس مادتين، بس دقيقة، لسه ليش مش ملحقة؟ لسه في وقت. يعني ما ضل إيش ضل 25 يوم للامتحان، طيب كمان في خمسة وعشرين مراجعة. يوم 25 يوم فاطمة، إذا ما فيش حدا كان مبلش واليوم بلش صدقيني بلحق. ما بعرف يعني هي يعني بضل عنا هيك يعني خوف انه نحن أكيد مالنا أكيد ملحقين. صح، هذا الإشي طبيعي جدا، يعني ما إنه ما تلحقي. طب أنت برأيك الإنسان لما ما بيلحق يبلش بالإشي الصعب اللي مش فاهمه ولا الإشي اللي بيعرفه؟ لا اكيد راح يبلش باللي مو فاهمه، لانه هذاك بجوز يكون مأمن عليه، يعني انا حافظه يعني ممكن مراجعه بسيطه يمشي الحال، اما المفهمان اكيد يبلش يشتغل عليه، يعني من نقطه من الصفر يبلش يشتغل عليه طب عشان يأمن حاله. زي ما إحنا كنا متفقين، برأيك شو أنسب وقت لما أنا ألاقي مادة صعبة علي وما اقدرش يعني المها، او انها صعبه يعني كثير صعبه علي، شو افضل وقت من النهار اللي اني اروح واركز عليها؟ والله الوقت هو بالصبح مثل ما قال النبي اكيد أكيد لقين بنعرف اكيد. حديث الرسول بورك لأمتي في بكورها، يعني كمان من تجربة شخصية ومن تجربة الكثير من الزملاء إنه بالصبح يعني هذا الوقت الأنسب كتير كتير. يعني انا قولا واحدا صراحه، قولا واحدا قولا واحدا، وغير على انه يعني هلا اللي صارت الفئة بكير كتير أهون من الأيام مثلا اللي فيها برد، أو يعني تعرفوا أوقات الواحد بصير يعني بيستصعب إنه يطلع مثلا أو يصحصح بوقت كتير بيكون بردان فيه. هل الأجواء مساعدة؟ يعني هدول الساعتين أو الثلاثة اللي ما بعد الفجر والله يعني ذخر لباقي النهار، حتى نفسيتكم انتوا نسبة التوتر اللي عندكم كتير بتقل. لما انا اشوف من نفسي انه هذا الشيء اللي كان انا عامل لي عقدة، يعني كل مادة انا متأكدة عن كل شخص فيه بكل مادة موضوع معين بيعتبره انه هو صعب عليه، تمام؟ فيترك له مثلا قديش والله هذا بده ياخد وقت مني، ممكن ياخد 6 ساعات، انا ممكن اقسمهم على يومين او على 3 ايام بعد الفجر، تمام؟ أخلي الصعب بالبداية بالنهار. أول شيء أنا بدرب هيك نفسي إنه أنا يعني أقدر أتجاوز هاي بتعرفوا كيف الدرجة اللي بتكون كتير عالية، بس أنا إذا تغلبت عليها ما بعده بيكون علي أهون. نفس الشيء أنا عم بدرب مخي بهاي الطريقة. ومعلش لو ما زبطت إني أنا أصحى بكير اليوم بيزبط بكرة، أعمل أي طريقة لحتى إني أفيق بكير، أنام قبل بوقت، أخلي حدا يفيقني، بس يفيقني يعني بلطافة مش يفيقني بخبط يعني. وبنفس الوقت إنه أركز فيهم، هدول الساعتين حيكون فيهم 10 دقايق استراحة بكل ساعة بالكتير، تمام؟ أنا كلي مركزة، ما في حوالي ضوضاء أو شيء يعني عم بيفقدني هذا التركيز، وصدقوني حيفرق معاكم. يعني هاي العقد من كل مادة إذا تركت لها أنا هذا الوقت بعد الفجر، بالعكس يمكن أصير أنا أشطر حدا فيها وأروح أدرس فيها غيري. صح يا فاطمة؟ ايه انسى صح، بس في مشكلة عندنا كتير كتير معقدتنا هلا قيم بهذا الوقت،
المشكلة هي مشكلة النوم. النوم ما بتشوفينا غير جايين نايمين نايمين نايمين، يعني مشكلة النوم عم نعاني منها كتير وما عم نحسن عشان نصبح بكير. أنا بدي أحكي لكم شغلة، تعرفوا إنه هاي آلية الدماغ بيعملها لما يحس إنه الجسم الشخص عم بيفوت بحالة من التوتر الكتير عالي ومن الذعر، بخليه يروح ينام. فأنتوا إذا حسيتوا أثناء النهار إنه أنتوا بدكم نوم، معناته أنتوا شبعانين نوم بالليل. مشان هيك حاولوا إنكم أنتوا تاخدوا أشياء بتهدي الأعصاب قبل ما تناموا، مثل اليانسون، مثل النعنع. هاي هدول المشروبين بتخيل كل بيت عنده إياها، نعنع، أو يعني يكون زرعه عنده هيك بالجنينة ولا بالحوض ولا بقوار الزريعة، كتير بخلي في عندكم يعني نومكم هادئ. وتقرأوا المعوذات وأذكار النوم كتير بيفرق والله كتير، وتناموا على طهارة، يعني اللي بتوضى وبينام كتير بيفرق نومه. عرفتوا؟ بعرف إنه بتيجي الأفكار السوداوية والنهايات التعيسة قبل ما تناموا، بس هاي كلها وساوس شيطان. الإنسان هيك يحاول قدر المستطاع يعني يخزيها، الله يخزي الشيطان يا رب، ويتابع في نومه. فأنتوا إذا حسيتوا حالكم كتير عم تحتاجوا لنوم أثناء النهار، معناته أنتوا مش عم تشبعوا نوم بالليل. ومعلش يعني أصبر حالي أحكي يا والله يا فلان أو يا فلانة، إنه بالآخر هاي مرحلة شهرين شهرين، وبعديها أقعد بغيبوبة شهر أنام، ما فيش مشكلة. بس حلو، يعني أنا مبسوطة منك يا فاطمة، أنت واعية للإشي اللي عم بتمري فيه، يعني عم تعرف تحدد المشكلة، عم تحاول تلاقي لها حل. كيف عم تدرسوا، على شكل مجموعات ولا لا؟ لا يا أنسي، هلا في أنا وزميلات اقترحت عليهم فكرة، نحن عاملين جروب، نحن بنات التاسعة وهيك، في 47 طالبة عاملين جروب، في أنا وكم طالبة مشتوفة، يعني عاملين جروب نبعت عليه المهام من الصبح، يعني في فئتين للدراسة، من الصبح من الساعة 6 الصبح للتنتين الظهر، بعدين فترة استراحة من التنتين للأربعة، نبلش من الأربعة للساعة 10 بالليل، نبعت المهام اللي بدنا ننجزهم بهذا الوقت، ونحن مجبورين انه ننجزهم لانه نحن خلص اعطينا كلمه انه نحن راح ننجز وبعدنا المهام. فندرس 50 دقيقه ونبعث مثلا صار وقت الاستراحه 10 دقائق هيك، يعني تطبيق التكنيك والمدوره. حلو كتير، هذا 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 مج... يعني هاي مجموعه داعمه، هاي تعتبر مجموعه دراسه داعمه. لو انا مثلا حتى يمكن اذا في حدا عنده سؤال صعب او استصعب وبيبعته على الجروب، في حدا بيساعده كيف يحله، مظبوط؟ أنسى فيه وبعتوا علي ملفات مهمة، يعني بيقولوا مثلا أنا عندي سؤال بيجوا الكل يجاوب عليه، وكل واحد مثلا عنده طريقة. هذا الجروب داعم، وجوده كتير مهم وكتير يعني مفيد، لأنه لما أنا والله بدي أفيق بهاي الساعة وأشتغل من الساعة كذا للساعة كذا، بيفرق من لما أنا أعملها لحالي مع حدا تاني. يعني أنا صراحة يعني أنا كآية، شو أكتر إشي مغلبني بهاي الرحلة الدراسية الأخيرة اللي أنا عم بشتغل فيها، إنه أنا طالب لحالي، يعني أنا بشتغل بالمختبر لحالي، بكتب لحالي، بحلل لحالي، حتى بدي أناقش لحالي، بدي أتخرج لحالي. ففي عبء زيادة. فإذا في مجموعة مع الطلاب إنه يشاركوا فيها المشاكل، شو الصعوبات اللي بتواجههم إلى آخره، كتير بيفرق. إن شاء الله كل التوفيق لك يا فاطمة لباقي زملائنا. وهلأ أنا رح أخذ شاب بهاء، أنا والله عم بمشي على الترتيب، تفضل يا بهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو الأخبار يا بهاء؟ بهاء أنت بكالوريا صح؟ يعني عم ناخذ تاسع وبكالوريا هلا نشوف. إي نعم أنسي. كيف الاستعدادات إن شاء الله للامتحانات؟ والله يا أنسي بعد الامتحان تجريبي انقلبت 1000 درجة الحمد لله. يعني للإشي الأحسن. إيه أكيد أنسي. الحمد لله. بالله شو استفدت من الامتحان التجريبي؟ يعني شو كان أثرها؟ شو اللي غيرت بألف درجة؟ أنسي يعني المقصرين فيه عرفنا وين أخطائنا، شو بدنا ندرس، شو بدنا ما ندرس، هي وبدنا ندرس كل شيء طبعاً، بس عرفنا وين المقصرين وعرفنا وين الأخطاء اللي بدنا نصلحها بالامتحان النهائي.
إنه نشتغل عليها أكثر أو نعطيها وقت أكثر. مظبوط؟ إيه نعم أنسي. طيب وكيف حاسس حالك، ملحق على المواد على المنهاج؟ حاليا أنسي عم عد المنهاج، رايح خلصه إن شاء الله، يعني ماشي أموره تمام. الحمد لله، بس عندي تقصير في العلوم ما بعرف ليش. معقول أنه بده مثلاً فهم وبعدين حفظ؟ يعني أسلوب الدراسة ممكن أنك تغيره؟ والله يا أنسي ما بعرف، جربت ألف طريقة، يعني يعني أنسي حط له ساعات أكثر للعلوم، يعني ايه 4 ساعات الصبح 4 ساعات المنزل. اوف ما شاء الله، ده العلوم كتير هيك. طب شو المشكلة بأي جزء من العلوم؟ انتوا عندكم العلوم كامل مع بعض، فيزياء وكيمياء وأحياء هيك مع بعض؟ لا أنسي كل شيء لحال. أيوة زينا يعني، عادي الفيزياء لحال، الكيمياء لحال، أحياء، وفي مادة رابعة عندكم ولا بس ثلاثة؟ لا بس 3 أنسي، علوم فيزياء كيمياء. أيوة فأنت عندك مشكلة بالعلوم يعني نفس الأحياء. طبعا أنسي مو كل يوم 4 ساعات الفجر وأربع ساعات المساء، آه يعني لا بس لما بدك تدرسهم يعني عم تعطيهم 4 ساعات، هي 4 ساعات المفروض إنها تكون كافية يعني، بس لازم أنت شوف عشان ما تصرف وقت أكثر، جرب إنك تحدد شو المشكلة بالعلوم اللي عندك إياها أنت، يعني هل هي إنك أنت مش قادر تجمع تربط بين الأفكار، أو في مثلا أشياء مفاهيم معينة مش مفهومة أو مش واضحة لإلك، عرفت؟ لأنه تحديدك للمشكلة كتير بيساعدك إنك تلاقي الحل. معنا يا بهاء؟ إيه نعم أنسي معك أنا. أيوة، لأنه بس 4 ساعات ممتازين يمكن العلماء. تفضل احكي. حاليا صار لي أسبوع عم أدرس للخمسة الفجر، بعدين نام 3 ساعات وأرجع أصحي عشان أدرس كمل، يعني لقيت دراسة بالليل أحسن أنسي، خصوصا لا هي في سبحان ضجة الله لا في تختلف. ولاد. ما فيش إزعاج، يمكن الناس كلها نايمة وأنت صاحي. بس شوف يا، بعد فترة ممكن يعني الإنسان ما يتحمل إنه هذا يعني النوع من الدراسة، فأنت حاول إنك يعني تخلي هيك أسبوع وهيك أسبوع، عرفت يا بهاء؟ أكيد أنسي، أسبوع هيك وأسبوع هيك. بالضبط، إن شاء الله بالتوفيق. طيب هلأ رح أفتح المايك لسارة، تفضلي يا سارة. سارة رياض. أين أنت يا سارة؟ سارة نزلت إيدها. السلام عليكم. كيفك يا سارة، شو أخبارك؟ وعليكم الحمد السلام، لله. طمنينا عنك يا سارة. أنت أي صف يا سارة؟ أنا تاسع. كيف الأوضاع معك والدراسة؟ والله يعني الحمد لله، بس يعني في خوف شديد وتوتر ويعني تفكير من الامتحان وهيك. طيب يعني قديش خايفة مثلا؟ خايفة لدرجة إنه أنت ما بتعرفي تدرسي، ولا إيه؟ خايفة اللي بيخليك يدفعك إلى الدراسة؟ لا يعني بكون عم أدرس فبفكر بالامتحان، يعني كتير بخاف وبتوتر. طيب بتفكري بالامتحان، طب شو نوع الأفكار اللي بتجي، يعني كيف بتفكري بالامتحان؟ إنه والله أنا رايحة ومعاي القلم وهيك وقاعدة وعم بستنى، عم بشرب مي وعم بستنى ورقة يعطوني إياها، ولا إنه أنا أول ما مسكت الورقة نسيت كل إشي كنت بعرفه؟ لا انه يعني بكون انه انا من النوع اللي بس ان اجاني سؤال نكشي وما اعرف اجاوبه بطل اعرف. سارة أنت عم تسمعينا؟ فورا بنسى. طيب أنا بدي أحكي لك شغلة يا سارة، وبإذن الله إنه يعني بإذن الله بإذن الله إنها تكون حقيقية. شوفوا أصدقائي، أنتوا هذا الحكي إلك يا سارة بالذات ولكل الطلاب، أنتوا إلكم سنة عم تدرسوا، تمام؟ سنة.
ما جيتوا تطلعوا بس على هالكم من شهر اللي انتوا عندكم بس تركيز كامل وزخم كامل على المادة من الألف إلى الياء، تمام؟ مجرد انكم كنتوا عم تحضروا الحصص الدراسية وتتابعوا لو بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، هاي تعتبر دراسة، تمام؟ فما في سؤال بإذن الله، بإذن الله ما في سؤال بأي مادة رح يجي وما حتعرفوا تحلوه نهائيا. يعني ممكن مثلا في أسوأ الأحوال ما تعرفوا تحلوه كامل، بس إنكم ما تعرفوا تحلوه ولو جزء منه أو تفهموا شو بده، هذا اللي بإذن الله اللي ما رح يصير، تمام؟ فأنتوا يعني ما تخلوا وساوس الشيطان زي ما قلت لكم تأثر عليكم. اللي أنت عم تحسي فيه شيء طبيعي جدا وحقيقي، ويمكن كل ما عم بيقرب وقت الامتحان عم بيزيد. وأنا متأكدة هلأ منكم أصلا لاغي عطلة العيد الأضحى وبدوش يطلع ولا يفوت ولا يسلم على حدا، لأنه مباشرة رح يكون في بعديها شو الامتحانات. لكن أنا الإشي اللي بدي أحكي لكم إياه إنه أنتوا الشغل اللي عم تشتغلوه، الدراسة اللي عم تشتغلوها، هي تراكمية على مدى هاي السنة، مش بس بهذا الشهر والشهرين. هلأ اللي يعني اللي بلش يدرس من حق من قلبه رب بهذا الشهر والشهرين بيقدر يتابع، بس كمان هو ما ينسى الجهد اللي على مدى السنة اشتغل فيه، تمام يا سارة؟ وبعدين مثلا تخيلي، يعني ركزي مثلا شو الأسلوب الإنسان اللي بيحكي فيه مع حاله. يعني مثلا انت عارفه حالك انه والله في نقطه معينه بالرياضيات بمسائل معينه لما عم تجيك عم تحسي انه انت اصلا ناسي انه هذا رياضيات، تمام؟ عادي بعطيه هيك ساعتين زياده خلال الاسبوع او كل يومين ثلاثه لحتى يروح يختفي من عندي هذا الشعور، واصير انا اشطر حدا في حل هذا السؤال. ساره انت معي؟ عشان انت مش مبينه رافعه ايدك. ساره الآن بس راح النت، ولا يهمك، كنت عم تسمعيني بس يا حبيبتي سارة؟ ايه سامعتك. تمام. طيب شو عندك بتحسي كمان مشاكل أثناء الدراسة؟ طيب أنا يا سارة أظني فتحت لك المايك لبين ما أنت ترجعينا، تمام؟ طيب هلأ أغلب اللي رافعين إيديهم. أوكي، هلأ في معنى عساف. تفضل يا عساف، كيف الحال يا عساف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. كيف الحال يا عساف؟ كيف الاستعدادات؟ والله يعني بديش تقولين 5%. لا لا، ليش 5%؟ قصدك ضايل 5% بصير 100%، صح؟ الحمد لله الحمد لله ماشي الحال، بس هيك شوي عندي مشاغل عائلية شوي ملتهي شوي والله. لا بس بدنا نحاول نركز، يعني احنا هلأ في وقت الذروة زي ما بيقولوا. نعم. طب اسمع احكي لك شغله، جرب انك تشيل هاي المشاكل، يعني خليها ما بعد الامتحانات، لانه حترجع تلاقيها موجوده، يعني ما رح تهرب. ايوه يلا خير ان شاء الله نشوف. في عندي مشكله بالماده الاجتماعيات، انسى بحفظ الدرس من هون بنساه من هون. جربت انك تقسمه على اجزاء؟ يعني لا ما جربت، يعني بحاول بحفظ الدرس كامل. طيب هلأ أنت بتكون يعني شخصيتك وطريقة يعني مخها كيف بيشتغل إنه ما بيقدر يحفظ قبل ما يفهم ويقدر يربط بين المعلومات، تمام؟ لا أنسى بس مخي صراحة مخي ما يشتغل يعني كزيادة. لا 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 هو بيشتغل تمام، بالعكس هدول يعني بيكونوا أقرب لتخصصات معينة. لأن أنا شو عم بحكي لك، أنا نفسك، أنا لما مادة الاجتماعيات تركت لها وقت لما كنت أنا توجيهي، شوف من كم سنة، ف
فأخذ مني وقت 3 أضعاف ما أنا تركت الرياضيات. تخيل ليش؟ لأنه أنا كان عندي مشكلة يعني بالحفظ، أنا ما بحفظ من دون ما أفهم تماماً وأقدر أربط بين الأشياء. فكنت أقسم الأشياء اللي أنا لازم أحفظها على أوراق صغيرة تمام، وأحطها جوا الدرس تمام، فما أضطر أرجع من أول وجديد أقرأ الدرس وألخص وأحكي إنه هذا بده يعني ألخص الدرس على شكل أسئلة ونقاط تمام. وكل ساعة مثلا أحفظ جزء من الدرس، مش مرة واحدة يعني أدخله مخي، عرفت؟ وبالآخر يعني الحمد لله يعني مش الحال. فأنا فاهم نمط هذا التفكير، مش إشي غلط أبدا، سبحان الله. يعني هدول بيمولوا للفهم أكثر من الحفظ، فشيء طبيعي بالضبط. فأنت حاول أنك تقسمه وتشتغل على هاي النقطة، مش ترجع من أول وجديد تقرأ الدرس، لا خلص لخصه هيك بكم من سؤال، واعرف انه هاي لهذول الاسئله بيشملوا كل الدرس، عرفت؟ فانت هيك يعني هيئ مخك بهي الطريقه، وان شاء الله انها تمشي حالها. والله هلا من جديد انسى عم ساوي هيك، يعني نزلت ملخص سؤال وجواب بس. ممتاز، هذا احسن إشي على فكره لدراسه الامتحانات بهذا الوقت. ليش؟ لانه انا اشي بهيئ يمكن مخي لاسئله الامتحانات، عرفت؟ ومثل كأني بعمل تبويب داخل دماغي، عرف إنه مباشرة كل ما أشوف هاي المصطلحات خلص لحالي راح أروح لهاي النقاط، ما راح أروح أفكر بإشي تاني. الله يعطيك العافية أنسة. الله يعافيك. والنفسية كيف؟ أهم شيء النفسية يا عساف. يعني الحمد لله يعني والله يعني تهدى، يعني ما تتويش 5%. لا النفسية كويسة كثير، 6%. إن شاء الله بتصير أكثر، إن شاء الله يا رب. دائما أسمع عنكم أخبار كويسة يا رب بإذن الله. بس العافية أنسى، موفقين إن شاء الله. تمام. سماح محمد، تفضلي يا سماح. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. كيفك أنسى؟ والله أنا بخير، أنتم بخير، أموركم تمام؟ الحمد لله رب العالمين بخير. أنا 9. كيف الوضع معك؟ الحمد لله تمام. عن جد يعني دراستك، ترتيبك، تنظيمك للوقت، عم تقدر تسيطري على هاي الأفكار الوسوسة؟ الحمد لله. هلا انا بالنسبه لي يعني في عندي كثير مواد ختمتها من عدا الرياضيات، يعني اغلب البنات عم بيعانوا منها، يعني اغلبهم. طبيعي، هي هاي الماده التغلب فيها عالمي، يعني مش بس للتاسع او البكالوريا. طب كيف عم تحسوا انه انتم ممكن انكم يعني تتغلبوا عليها؟ بتحلوا اسئله متنوعه، اسئله سنوات سابقه؟ ايه مزبوط انتي. هلا انا لما بشوف حالي ختمت مادي فبتشجع لاختم مادي تاني، يعني بصير عندي خلص انه انا ختمت مادي، فبصير عندي ثقه انه بقدر اختم مادي تاني. مزبوط صح. طيب عم تحلوا اسئله سنوات سابقه اكثر؟ إيه؟ مثلا بالخاصه بالرياضيات يعني. ايه والله هلا تمرينات يعني رياضيات ده شغل كتير، لهيك يعني بنحضر على اليوتيوب، وكمان انتي عفاف ما بتقصير، واوقات بنشوف ايش بيطلع قدامنا اسئله دورات من حل. الحمد لله الحمد لله كويس والله، طمنتيني واسعدتيني يا سماح. يعني انتم ان شاء الله هيك على الطريق السليم باذن الله. وموفقين باذن رب العالمين. سلام. طيب رح اخذ بشرى بسام. انا عم بشوف اذا في حدا من الشباب رافع ايده، فتفضلي يا بشرى. السلام عليكم، كيفك أنستي؟ السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شو الأخبار يا بشرى؟ الحمد لله رب العالمين. أنت أي صف يا بشرى؟ بكالوريا علمي. وكيف الأوضاع؟ الحمد لله رب العالمين. هلا صراحة يعني من فترة حتى بلشت إنه أراجع المواد، يعني مادة يعني من البداية، وكمان مثل ما كانت عم تحكي إنه زميلتنا يعني أول مادة إنه كنت خايفة منها كتير للرياضيات، فبحس إنه بدي يعني توسع أكتر، فبما إنه كانت يعني هي المادة إنه خايفة منها كتير، فبلشت إنه فيها مراجعة أول مادة، فيعني راجعتها
كويس. يعني حطيت كل يوم انه احل منه يعني تمرين حتى يعني ما انساها ابدا، وانه كمان احل فيها يعني نماذج، بس مو هلا يعني بس اخلص يعني مراجعه لكل المواد احاول يعني اجيب اسئله دوره يعني الاولويه يعني وبتعرفي بشرى، يمكن انت بهي الطريقه عم تعملي لحالك جو امتحان، يعني زي كانك عم تعملي بروفا للامتحان كل مره. ايه صح. طب اسالك سؤال، يعني عمرك حسيتي انه انا هيك يعني خلص يعني كثير متضايقه ومتوتره كثير وخايفه وما بقى بدي اكمل؟ هلا الصراحة بالنسبة للتوتر بالعكس هو عم يكون يعني عندي توتر إيجابي، فكل أيوة. يوم إنه عم يعدي يوم يعدي إنه بالعكس إنه بدي إنه يعدي وإنه عشان أقدم امتحان وخلص أرتاح. ويعني الصراحة بالنسبة كمان للتدريبات الميدانية اللي أجريناها يعني عن جد كان إلها كتير أثر، يعني كل يوم إنه بتذكر إنه هيك يعني وقت اللي رحنا على الجامعة وإنه أنا بكرة إن شاء الله حصير يعني مثلهم هيك، فهر يعني التوتر عم يكون إيجابي. يعني كمان لابد يعني طلاب إيه البكالوريا كمان. انتوا على بعد خطوه واحده ان شاء الله من انه نشوفكم بالجامعه، بس لا تفكروا إيه انه صح. انتوا لو بتدخلوا الجامعه انه احنا رح نسيبكم، لا احنا عم نحضر لكم إشي حتى وانتوا بالجامعه، يعني ما تقلقوش، وراكم مسارات، قصدي معكم مسارات. وطلاب التاسع بقى لكم خطوتين صغار، يعني فانتوا على الطريق الصح. قولي يا بشرى يعني نسمعك. كمان يتوتر يعني سلبي، فبتجيني يعني هيك انه فكرة سلبية بحس حالي يعني ضايقت وانطفيت، فانه فورا انه بحاول اني فورا يعني افرغ من طاقتي، مثلا انه ممكن ابكي او يعني مثلا ادعي واصلي واقرأ قرآن، فيعني هيك انه بحاول يعني فورا افرغ طاقتي وبعدها يعني ارجع لدراستي ولا كأنه صار شيء واسمع تحفيز واكمل يعني شيء طبيعي. سليم، هذا الكلام 100%، طبيعي جدا الإنسان يبكي. أنتوا خافوا على الإنسان لما ما يبكي، عن جد لما يعني يمر مثلا بقلق بخوف بتوتر معين، تعرفوا كيف بيكون عنده هيك، عنده توتر من نقطة معينة وحزين من نقطة معينة، بيقوم بيستجلب كل أحزانه السابقة واللاحقة والآتية واللي ممكن تصير وممكن ما تصير، بصير بيبكي. فهذا الإنسان طبيعي، يعني أموره تمام، مخه شغال تمام. خافوا من الإنسان اللي ما بيبكي، ليش؟ لأنه ضل بيحصر وبكرة بيطلع أشياء تانية لا قدر الله. فسليم، وإنه الإنسان يعني يلجأ إلى الله تعالى بهيك أوقات، يعني والله هي رحلة التعرف على الله وحتى التقرب إله، يعني بالسراء وبالضراء، وينمي هاي العلاقة أكثر. يعني بالآخر إحنا ما بدنا بس ننجح، إحنا بدنا الله يبارك لنا بهذا النجاح، بدنا ربنا يعني يقيل العثرات، انه حتى الانسان سعى بكل ما فيه من قدره، لكن بالاخر الفضل الاول والاخر ولا قدام ولا بعد مليون سنه لله رب العالمين. فسليم والله كلامك يا بشرى. ايه صح. هلا كمان انه اوقات يعني بخاف او انه يعني الشيء اللي درسته انه انسى، فلهيك انه قلت انه بعد ما اخلص يعني اراجع كل المواد انه بجيب اسئله دورات بحاول انه احلهم مشان أتغلب يعني على فكرة إنه هي النسيان، إنه الخوف يعني. وبعدين يعني دائما بقول يعني أنا من بداية السنة يعني أكيد إن شاء الله يعني ربي ما بيخيبني وتعبي يعني ما بيروح على الفاضي بإذن الله، والله ولا يخيب فيكم حدا بإذن رب العالمين. وأنتوا إذا هيك ماشيين يعني بهذا الطريق وعم بتسددوا وبتقاربوا وحاطين هذا الهدف أمامكم وعم تسعوا له، يعني والله ربنا ما بيضيع تعب حدا، وحتشوفوا هذا الإشي بإذن الله رب العالمين يوم النتائج، يا شو بدنا نحتفل يومها بإذن رب العالمين. طيب أنا كل يوم بقول لأخواتي إنه ما بصدق إنه إمتى يجي يعني يوم النتيجة بتكون يعني النتيجة عن جد إنه بترضيني، فإنه بتخيل عن جد يعني بتكون يعني موقف يعني فورا بتتغير حالتي. وصدقوني كل هذا التعب والسهر اللي انتوا صرتوا والله ولا رح يكون له أي يعني أي أثر، بالعكس حتقولوا ياه، يعني ولا كأنه تعبنا ولا كأنه سهرنا ولا كأنه، يعني الإنسان أوقات يتشظى من الحمل اللي على كتافه وعلى راسه والظروف. وأنا والله يعني بحاول أتفهم شو ظروفكم، بس أكيد ما حدا بيعرفها قدكم، كل شخص في عنده يعني أشياء معينة على كتافه وجوه دماغه غير بس البكالوريا والتاسع، لكن صدقوني هاي اللحظة كتير رح تفرق مع الإنسان. ولا قدر الله لو ما صحت للإنسان هاي السنة،
عادي في فرص، يعني الحياة ما رح تخلص، وشفتوا أنتوا كيف الأشهر عم تمر هيك عم تمر بلمح البصر يعني. يعني فإن شاء الله ربنا لا يضيع لكم تعب أبدا. إن شاء الله يا رب. كتير متشوقين. قولي إيش؟ إنه جد كتير يعني متشوقين لهي اللحظة. إن شاء الله يعني ربنا بيكرمنا فيها يا رب. احلموا فيها ليل نهار، إن شاء الله ربنا بيكرمكم فيها وما بضركم وبارك لكم فيها كمان بإذن رب العالمين. شكرا كتير يا بشرة. يعني بعتقد إنه الكلام أنتوا عم تحكوه هلأ لبعض أنتوا بحاجة تسمعوه من بعض أكتر مني يعني، فأنا سعيدة فيكم كتير يعني، دائما أنا سعيدة فيكم كتير. طيب بس بدي أستأذن من بعد إذنكم اللي رفع إيده وأنا فتحت له المايك، يا ريت إنه ينزلها بس عشان أنا يعني أظني متابعة مع زملائكم، وبعدين إذا بضل معنا وقت عادي، أنا ما وراي إشي اليوم غير أنتوا بصراحة. راما محمد، تفضل يا راما، شو الأخبار يا راما؟ هم أنسي. يا أهلا وسهلا، شو الأخبار؟ كيفك أنسي؟ شو أخبارك؟ والله يعطيك العافية يا راما. الله يعافيك. والله جلت يا أنسي. والله أنا بتعرفوا يعني عن جد اشتقت لكم كتير هيك، وحسيت إنه يعني لسه بديش كمان شهرين يعني، كيف يعني ما حدش بنترك بترك أولاده بواسطة الامتحانات يعني أبداً. اي والله انت كل يوم بروح بشوف التقويم ما بلاقيك عامله جلسه. شفتي والله العظيم شو هلا شو للعنسه هاي. طيب انا والله بصراحه يعني حتى ناوي انه انا اعمل جلسات هيك سريعه يعني للي بيحب ينضم من هون لحتى تبلشوا امتحانات، يعني قبل العيد حيكون في جلسات مثل هيك. اللي فاضي ينضم، اللي حاسس انه حابب يحكي او يشارك او يعرض مشكلته يحكي هون، لانه انا مش عارفه اكون معاكم نفس المكان، فيعني اقل إشي ممكن اعمله معاكم اني اكون معاكم بالفضاء، وبعدين هينا من نشحذ همم بعض. يعني انا كمان في مراحل اخيره وواقعه بنفس الازمه وعندي شويه مشاكل، فهيك يعني من عين بعض ان شاء الله لحتى هيك ننجح سوا، يعني هذا يمكن ألطف شيء. كيف دراستك يا راما؟ أنت هلا أي صف؟ بكالوريا صح يا راما أنت؟ أنا بكالوريا علمي، وصراحة شوي في توتر وخوف ما حسيته في التاسع. ليش؟ لأنه التاسع كنت يعني خايفة لهدر، لأني ما كنت عايشة شعور النجاح. أما هي السنة فكتير خايفة لأنه حطيت هدف، ويعني خايفة أني ما يعني ما بحصل عليه، وفي كتير ناس يعني مراهنة علي وهيك، فكتير خايفة كنت وكل يوم بخاف وكل شوي بخاف. هلأ شوفي يا رما، انت حكيتي شيء، شوفوا والله يعني صدقا انتو طلاب مسارات وطالبات، ها بيعجبني مخكم، صدقا بيعجبني مخكم. انت حكيتي نقطة انه انا نجحت، فصار يعني زي انت الجملة اللي هلأ حكيتيها، انت هلأ مسؤولة من نفسك انك تنجحي، في عندك مسؤولية تجاه النجاح. هذا الوصف دقيق جدا وواعي جدا وناضج جدا. وانه لما احكي انه في حدا عم بيراهن علي، ليش؟ انا عم بستنى حدا يفرح معي، يعني انا عم بستنى اشوف هيك لحظه لمعه كبرياء، لمعه فخر باهلي باصدقائي بنفسي. وحلو كمان كتير يا رما انه انت عم بتنافسي حالك، يعني انت شايفه انه هاي المسؤوليه منك انك انت تكمليها وتتابعي فيها، ف يعني بهنيكي لهذا النضج، انت كمان على الطريق السليم. بس هذا التوتر كيف عم تعالجي؟ يلا احكولي يعني كيف عم تتصرفي معه. هلا اول شيء انا ما يعني ما كنت انه اول ما صرت اخاف وخلص قلت ما في مجال، يعني رحت على اليوتيوب وكمان انت اعطيتينا جلسه بعدها قلتي انه لازم نفيق الفجر ولازم انه نقرا قران، وانه فتره القران هاي ما رح تاكل من وقتنا كثير. طول السنه انا كنت بقول مفرغه كل وقتي للدراسه فقط، فكنت كثير مقصره من هاي الناحيه او من كثير نواحي. بعدين صرت كل يوم افيق الفجر واقرا سوره ياسين وسوره الرحمن، وكثير كان في فرق، كثير 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 كان في فرق. يعني انا بنصح اي حدا هلا من الطالبات القراءه نص ساعه ما رح تاكل منكم كثير، وكثير رح تلاقي فرق. بخصوص التوتر والخوف،
هلاك أول شيء بقرأ قرآن وبدعي ربي، بتخيل حالي إني ناجحة، بتخيل دموع عمتي وهي فرحانة، حتى بتخيل إنه بينزلوا المسارات، رح ينزلوا أسامين ناجحين على صفحاتهم، فبقول معقول ما بكون موجودة؟ مستحيل، إن شاء الله بكون موجودة. إن شاء الله بتكونوا كلياتكم موجودين وبيحطوا اسمي معكم وأنا كمان ناجحة، ما حدا أحسن من حدا. إن شاء الله بإذن ربك. والله كل ما بتعملي جلسة بروح يعني بكسر الكتب على قولتهم، بدرس قد ما بقدر كتير. أنت طاقة إيجابية، شكرا كتير. والله أنا يا راما بحس حالي أنا باخذ منكم الطاقة صراحة، فمشان هيك أنا مش يعني عن جد عازز علي فترة الامتحانات إنه ما حيكون في جلسات، لأنه بيكون هيك ذروة التوتر عندكم وعندي، عرفتوا يعني، فيمكن إحنا فاهمين على بعض، فمنحاول ها يعني ناخذ منكم تعطونا يعني إن شاء الله. بس تعرفي يا راما، أنت عملت الإشي اللي أنا كنت جاي أحكي لكم إياه، إنه الإنسان قديه في عنده صعوبات أو ظروف، أو حاس حاله إنه يلا أنا ممكن أنجح، طب ممكن ما أنجح، طب أنا ممكن أجيب معدل عالي ويمكن ما أجيب، أو إنه بصير في عند الإنسان يعني شكوك، وهاي طبيعية يعني جدا طبيعية، ومش جاي من قلة ثقة بالنفس أبدا. بس الإنسان لما بيتخيل بيساعد حاله إنه هو يعني يسعى، شيء يرفع من معنويات الإنجاز عنده، يحس إنه هو عم يتنافس مع مشكلة كانت عنده وحققها، وعم يتخيل الوجهة الأخيرة، كتير بيساعد الإنسان إنه ضيله طول الوقت متحفز. هاي النوع من التحفيز صدقوني إنه بيكون حقيقي، لأنه نابع من الشخص نفسه، عم يتحدى هو نفسه. أنا ما بدي والله أنجح لأنه بدي يحكوا عني أشطر من ابن عمتي ولا ابن الجيران ولا بنت خالي ولا كذا، لا أنا بدي أنجح لأنه أنا بدي أكون أحسن، لأنه أنا شايف أني أنا بقدر. فالترتيبة هاي اللي أنت هلأ حكيتيها صدقيني، هاي لو كلياتنا عملناها والله بإذن الله يعني الله ما بيخيب مسعانا. فحلو انكم عم تفكروا بهي الطريقه وعم تشتغلوا لهذا الهمه. يعني بصراحه راما بدي احكي لكم شيء، احنا اول ما بلشنا المسار انا ما بعرف كيف اوضاعكم بالتعليم، بمسار التعليم المدرسي، بس انا يعني يمكن ولا بشوف وجوهكم ولا بلتقي فيكم، بس والله ارواحكم يعني انتم سمحتوا لي اني انا اتعرف عليها والمس فيها اشياء. انتم من اول السنه لهلا كثير فرقانين، يعني أنا شايفة أنكم أنتم كتير فرقانين حتى بأنه كيف تعبروا فيها عن حالكم، عن مشاكلكم، أنه أنا إيش بقدر أساعد، يمكن هاي الجملة ترن بذهن حدا ترفع له معنوياته أو تشحن طاقته، لأنه بالآخر يعني أنا ما رح أقدر أدرس عنك يا راما صح، ولا أنت حتيجي تناقشي عني صح، بس أنا ممكن أترك لك جواتك فكرة، أنت تتركي لي جوا فكرة، هاي الفكرة تخليني مرتاحة أسبوع، تخليني محفزة شي 10 أيام، أنت نفس الشيء. فيعني انتوا كتير فرقتوا من اول السنه لهلا، يعني عززوا هذا الانجاز عندكم وضلكم مواكبين. هلا هي العجله لازم تضلها ماشيه، بدها وقود، هذا الوقود رح يجي اول شيء اني انا اعتني بنفسيتي وصحتي العقليه، كتير هاي النقطه مهمه، وافهم يعني نيتي انه هذا يا رب هاي المحطه هي محطه اني انا اتعرف فيها عليك اكثر، وبعدين أنا ما بدي أنجح بس لأنه بدي أنجح، أنا في عندي حلم أعمله لمجتمعي، لأسرتي، لعائلتي، لحياتي، أيا كان البيئة أو المكان اللي أنا ساكنة فيه، خيمة، بيت، طلعت من أرضي، رحت على أرض تاني، نزحت أكتر من مرة، يعني هاي كلياتها ظروف لحتى هيك الله يوجهنا فيها لأقدارنا، واللي كلها خير، واللي حتكون كلها خير، لو أنا هلأ مش شايف الحكمة منها، مش لا يتوجب علينا اشوف الحكمه، من كرم رب العالمين ان اشوف الحكمه، بس انا لو شفت الحكمه هي اكيد فيها. وانتم هلا مقبلين على مرحله دراسيه عن جد، الجامعه كتير حلوه، اني اروح على الكليه وادرس تخصص انا بحبه واتعرف فيه على اشخاص بيشاركوني نفس الهدف والحلم، شيء والله يا اصدقائي لا يشبه اي 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 حلم تاني صدقا. حياة الجامعة فيها نوع من هيك تثبيت الشخصية ونوع من الاتزان بالنفسية وبطريقة التفكير وبالإنجاز، يعني ما صراحة ما إلها شبيه، صدقا ما إلها شبيه. فأنت يا راما الحكي اللي عم تحكيه كتير مفيد، وبتمنى أن الكل يأخذ فيه.
إن شاء الله يا رب موفقين بإذن رب العالمين. أنا حكيت أكثر ما أنت حكيتي يا رم، آسفة قطعتك. نعم يا رب، كلامك كله محفز وجميل. شكرا كثير لك يا أنسة وكل وكل كادر من الناس، لأنه كلكم تعبتوا معنا. أنتم مو بس أعطيتونا دروس، ومش مثل أي مو مثل أي مدرسة، أنتم حرفيا أعطيتونا كل إشي، كل إشي بيلزم للحياة ولكن شو حتى يغيرنا ويغير نمط تفكيرنا. تستاهل يعني. بس يعني هيك حبيبتي ولا يهمك، بس أنت بتستاهلوا، يعني بتستاهلوا يمكن ظروف أفضل وأماكن أحسن، بس إن شاء الله يعني خطوة على خطوة نتغلب على مشكلة على مشكلة بإذن الله بتوصلوا. وبعدين هذا إنجازكم، يعني إحنا بالآخر بتعرفوا التاكسي اللي بيوصل الأدوات فقط، بس بالآخر أنتوا المنجزين وأنتوا الناجحين وأنتوا اللي تغلبتوا على صعوباتكم الداخلية والنفسية والعائلية والظروف وكله، واللي درس واللي تعب بالآخر يعني هذا أنتوا. ولو ما كنا إحنا موجودين كان الله حيبعت لكم ناس تانية، فهذا كله فضل من رب العالمين إنا وإلكم. وإحنا سعيدين كتير إنه عم نشارككم هاي اللحظات للصدق يعني. إن شاء الله يا ربي خير. في طالب كان رافع إيده اسمه مازن، أنا لمحت اسمه وبعدين هلأ ما لقيته، فبتمنى إنه إذا كان موجود يرجع يرفع إيده علشان يكون يعني هيك صبية شاب، يعني ما يكون حق حدا على حق حدا. فلبين ما مازن يرجع يفتح يرفع إيده أنا رح أخذ مريم أحمد. تفضل يا مريم. مريم استني أنا ما أسف، مريم أين أنت يا مريم؟ أنا بفتح لك المايك. أوكي كيفك يا مريم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو الأخبار يا مريم؟ والله بخير نشكر الله. الحمد لله نشكر الله. طمنيني كيف استعدادك؟ أول إشي أنت أي صف يا مريم؟ تاسع. شو الأخبار الدراسة؟ طمنينا عنك. الحمد لله رب العالمين، يعني الامتحان التجربة كتير فادنا، حتى أنا إنه صار عندي ظروف بهالفترة فترة أسبوع الامتحان التجربة ما قدرت أحضر منيح، بس الشيء اللي حفظته قدرت أكتبه، فهالشيء خلاني أعرف إني أنا لما أجهد وأجتهد وأحفظ رح أقدر، فهيك يعني خلاني كتير كتير مبسوطة الحمد لله رب العالمين، وعطاني جد وثقة بنفسي أكتر. لهيك يعني كتير مبسوطة، الله يجزاكم خير يا رب العالمين، إن شاء الله الله يكبر أجركم أضعاف مضاعفة يا رب العالمين. والله تستاهلوا يعني كتير، كتير كتير استفدنا، يعني مو بس أنا، يعني في كتير طلاب حتى يعني صار عندهم الشعور واستفادوا كتير على هالشيء. طيب بدي أسألك، حسيتي إنه أنت مثلا روحتي الامتحان التجريبي عرفتي إنه والله أنا فيه نقاط مثلا موضوع 2-3 لازم يندرس بهاي الطريقة، يعني مو بس عرفتي شو الموضوع وكيف كان لازم يندرس؟ يعني كل نقطة بالدراسة، كل نقطة تتعلق بالدراسة استفدت من إنه من الامتحان، مثلا إن شغلات نحطها على جنب مثلا ما إنه خلص نهملها، يعني في شغلات نحن توقعنا إنه خلص ما تجي بس أجيت، يعني وهي شغلات كتير سهلة، يعني توقعنا إنه شغلات سهلة إنه ما يجيبوا أبدا بس أجيت، فلهيك خلانا هالشيء إنه نأكد على كل وكل شيء موجود، فحفظت الكتب من جلد لجلد ما خليت شيء حتى عنوان الجلد. الله يحفظ لكم هذا الحفظ يا رب ويجيب لكم إياه بالوقت المناسب. تعرفي مريم أنت لفتي نظري لشغلة مهمة، إنه الامتحانات البكالوريا خاصة اللي بتعملها مثلا البكالوريا أو التاسع أو كذا بتكون مغطية كل المستويات اللي هو السهل الوسط والصعب، فإحنا يعني نحاول إنه نفكر طب يلا السهل ما بدي أروحه على حالي، أهتم فيه، الوسط أنا أكيد قادر عليه وأعطي وقت للإشي الصعب، فالامتحان ما رح يجي كله صعب، لا حيجي هيك حتشوفوه يعني إن شاء الله بالامتحانات، يمكن لمستوا هذا الإشي بالامتحانات التجريبية إنه في سهل وفي وسط وفي صعب، عرفتوا ما إنه رح يكون كله بس صعب، عرفت، فإن شاء الله حتعرفوا تجاوبوا بإذن الله وتجيبوا علامات كمان زي ما بدكم بإذن الله تعالى.
فاكتشفت من هالشيء إنه يعني أي حدا في الكون كله يعني إذا جد واجتهد فيه يعمل أي شيء، فيه يعمل أي شيء بالحياة. حتى إنه هالفترة فترة الشهرين كتير تطورت وكتير يعني حسيت حالي عن جد أبخت خطوة إلى الأمام، حتى إنه مهارتي بالرسم بسبب مقابلة من كم يوم عملت مقابلة انترت عن جد يعني هالشيء كتير بسطني وكتير حفزني لا وقع جاي أكثر وأكثر واستمر وما يأس أبدا. يعني بالرغم بغض النظر عن الظروف اللي بتصير مع الحياة صرت عم حطه على جنب وأقدر كمل رغم كل شيء جواتي. الحمد لله. والله يعني صراحة يعني أنا فخورة فيكم كتير صدقا. الإنسان إحنا ما نكون بس فخورين بالإنسان اللي ينجح بقدر ما هو قديش بيكون قادر إنه يتغلب على ظروفه، لأنه ظروف رح تطلع بكل مرحلة من مراحل الحياة. يعني بكل مرحلة حيكون في صعوبات وحيكون في تحديات ما رح تخلص. يعني هي الحياة الدنيا هيك مركبة، لكن قد الإنسان بمرن حاله وبتدرب إنه كيف أنا أتعامل مع هاي التحديات وأتغلب عليها وأضلني مركزة على الهدف وأختار له أحسن طريقة إني أنا أتغلب عليه، كتير بيفرق مع النفسية، كتير بيفرق معي مع طريقة تفكيري، كتير بيفرق معي على نفسيتي، كتير بيفرق على طعم نجاحي أكتر. فأنا والله فخورة فيكم كتير يا مريم عن جد، أسعدتيني جدا بمداخلتك. شكرا كتير إليك، ربي يحفظنا ياكن يا رب. عن جد يعني مبادرة جوهرة ورائعة. يعني بالنسبة إلي أنا ومسارات يعني بشكل عام أي يعني كان التعليم الأساسي ولا الإرشاد الأكاديمي، صح يعني بالإرشاد الأكاديمي والأنشطة الطلابية ما احترت كتير جلسات، بس يعني الكل سوا يعني بالنسبة إلي عائلي والله العظيم. يعني كتير كتير يعني مسارات عطتني أمل بالحياة من النهاية. الحمد لله، هو الأمل كان موجود وبس هيك مسارات ضوت لك عليه. وبعدين عادي يا مريم ما تقلقي، احنا شايفة كل هذا اللي اشتغلناه خلال السنة الماضية لسه في باكج أحلى منه رح يكون بعد ما نخلص امتحانات، يعني هيك تجهيزا لكم للجامعة بإذن الله، ويكون إنه وقتكم مناسب، يعني عندكم دراسة وأموركم تمام، فيش امتحانات ولا في إشي، فانتظرونا يعني حضرين لكم إشي كتير حلو. الله يسلمكم يا رب يحفظكم. حتى بهالسنة يعني هاي السنة بالتحديد عدا عن وعي بالسنين الماضية، يعني أنا هلأ ماني تاسع يعني صلي منقطع 5 سنين عمري 20 سنة، يعني عدا عن الوعي اللي كان بالسنين الماضية هاي السنة وعي كبر يعني عن 10 سنين. يعني بهالسنة كبرت 10 سنين، يعني كبرت عن 10 سنين وصار وعي إنه كتير كبير. الحمد لله، قديش فرقتي وحسيتي حالك أصلاً أهدى هيك، أهدى نفسياً أهدى، ويمكن أكثر رضا، صح يا مريم؟ الحمد لله رب العالمين. يعني أي شيء يعني يصير معي واجهه بلطافي وإنه كله قدر رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صح 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 صح، هاي هي من آثار الوعي. تماماً 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 يا مريم، الله يجزيك الخير، شكراً إنك شاركتينا هاي الأخبار وهاي الأفكار. الله يسلمك يا رب. الله يوفقكم يا رب إن شاء الله، ودائماً أسمعكم أخبار حلوة. طيب رح أخذ هلأ مروة. أصدقائي رافعين إيديهم لا ينزلوها، خلينا هاي، أنا رح أسمع الكل يعني، بسمع عشان نتحمل بعض عشان لسه في وقت للجلسة وإحنا ما رح نطول عليكم كتير، بس رجاء أنا اللي رافع إيده لا ينزلها، بدي أسمعكم كلكم. مروة محمد، كيفك يا مروة؟ أهلين أنسي، الحمد لله، أنت كيفك؟ والله اسمك منور الشاشة يا مروة، والله أنا بخير نشكر الله الحمد لله. أنت الحمد لله، طمنينا عنك وعن دراستك. الحمد لله ماشي الحال، ودراستي الحمد لله جيد جدا، يعني مو ممتاز. لا مو كويس، جيد جدا بتصير ممتازة، ما في أي مشكلة. الحمد لله يعني. الحمد لله، في صعوبات في تحديات كيف الهمة؟ يعني
عندي صعوبات بس بمادتين، يعني الإنجليزي ورياضيات، هذول المادتين عندي فيهم صعوبات كتير يعني. طبيعي طبيعي طبيعي. قولي عم أسمعك. بس بهذول، وبالنسبة للخوف أنا ماني خايفة أبدا يعني. الحمد لله، متوكلة على رب العالمين وماشية، شو ربنا كاتب أنا راضي يا رب. الحمد لله يا أنت. وخوف وقلق توتر وكل شيء هذا الحمد لله مو موجود منه عندي أبدا. أستنى الامتحان بس بالثانية. أيوة، لحتى أورجي الامتحان من أنا ومن هو. إيه. أيوة بالضبط هيك. أيوة هيك، كونوا تحلوا بالشجاعة يا أصدقاء. يعني الإصرار والعزيمة رح يكسروا كل شيء قدامنا ورح نقدر نوصل للي بدنا إياه. الحمد لله الحمد لله. كويس. أيوة. تمام 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 تمام. إيه مروة، عم تشارك الدراسة مع حدا ولا هيك عم يعني تحبي تركزي لحالك؟ لا والله يا أنسة، عم ركز لحالي، ببرك بغرفة لحالي وبدرس ميت مهلي يعني، وأبعيد دروس كمان على اليوتيوب. كويس. وما عم بضغط كتير يعني، بالنهار يجوز أدرس 4 ساعات بس. ممتاز، 4 ساعات بالنهار منيح. والله يا أنسة، هلا هاي في تقنية على اليوتيوب اكتشفتها هذيك المرة بطبقها، يعني كل نص ساعة عم بستريح شي 5 دقائق 10 دقائق هيك شي. بالضبط. كل بالضبط. ساعة بستريح شي 20 دقيقة هيك، يعني بقوم ساعد أمي بالبيت وهيك. الله يرضى عليك، أهم شي رضا الوالدة. والله يا أنسة، أهم شي رضا. الله يوفقكم، أنا مبسوطة كتير منكم، يعني عم بشعر إنه في عندكم اتزان وتوازن بين العيلة وبين الدراسة وبين هاي المرحلة، يعني هم كمان يعني الله يجزيهم الخير، يعني ما عم بيقصروا، عم بيحاولوا قدر المستطاع انه يعملوا لنا اجواء كويسه للدراسه، بس يعني خدوا عين، احنا نقوم نساعد نساوي يعني، حتى والله النفسيه اوقات هيك تتغير يعني. اي والله يا انسه صح كلامك، والفضل الاكبر يعني للعالمين لكم انتم بمسارات، الله يجزيكم الخير يا رب ويجعل ميزان حسناتكم ينفع فيكم الأمة الإسلامية جميعا. اللهم آمين. هاي أحلى أحلى دعوة اللي دعيتيها، هاي أحلى دعوة. الله يعطيكم ألف عافية حبيبة قلبي، إن شاء الله موفقين بإذن رب العالمين. اللهم جميعا. دائما سمعوني شو أخباركم، يعني شاركوني حتى لو مخاوفكم، يعني أنا حرد عليكم مباشرة. إحنا هلأ في مرحلة يعني أنا يوميا بفتح التيمز وبقرأ الرسائل، وأنا جاهزة معكم طول الخط، حتى لو بعد العيد وقفت الجلسات أنا معكم بإذن الله. إن شاء الله أنسي، إن شاء الله كل ما بصير معنا شيء بيك. إن شاء الله بإذن الله تعالى موفقين. سارة يوسف، تفضلي يا سارة. السلام عليكم، كيفك أنسي؟ يا أهلا وسهلا، شو الأخبار يا سارة؟ الحمد لله تمام، مشتاقة لك. إن شاء الله أنت بخير، طمنينا عنك. الحمد لله الحمد لله تمام. يا سارة معلش أنا عشان أوقات بنساني أنا. تفتعت أنا. وكيف الهمة؟ الحمد لله تمام. تمام تمام ولا تمام؟ بفرق يعني شوي هيك وشوي هيك. مش مشكلة، تمام بتصير تمام التمام هيك بكل ثقة وشجاعة كمان. إيه. احكي لي كيف استعدادتك للامتحانات؟ قدمت امتحانات تجريبية أو شيء؟ أي قدمت، وكان كتير الامتحان مفيد وكتير نفادنا المعلومات، إنه عرفنا وين النقص اللي عنا مثلاً بالحفظ والتقصير وهيك. برافو برافو، حلو حلو، يعني استفدتي منه. أي. وعم تحلي أسئلة السنوات السابقة أو عم تعملوا مجموعات دراسة؟ أي أكيد عم بحلي. أمس من يومين عملنا مجموعة أنا وسماح. كتير منيح، لأنه بصراحة هاي المجموعات كتير بتساعدكم، يعني ما تخليكم هيك علقانين زي ما أنا هلأ عالقة. يعني يا جد مش حد الهمة كتير بتفرق يعني من السماء للأرض. عم تستفيدي منها بس ما عم تحسي حالك طب أسألك سؤال سارة، معلش يمكن ما سألته لأحد من الطلاب، عم أسألك إياه، حسيتي إنه في إشي معين أنت شلتي من روتين يومك كان هو اللي عم يضيع لك وقت؟ شو هو؟ انه كنت انه اغلب الاوقات انه مثلا اطلع من البيت انه الموبايل ضل مشغلته وهيك، بس انه هلا لا. برافو عليك،
زائد 10 علامات بس مش عارفه على شو. برافو عليك. برافو عليك. يعني شوفوا الانسان عن جد سبحان الله ما بيقدر يعرف قديش هو منظم وقته او انه قادر يدير وقته الا اذا حط بشيء مضغوط، يعني تسليم مهمه، انجازها بوقت محدد. هلا الامتحانات نفس الشيء، بتكشف لك او بتكشف للانسان انت وين كنت تضيع وقتك اكثر شيء. حتى امتحان المسارات كملي اخي كملي. لا خلصت انا عم بسمعك. حتى امتحان مسارات انه فادنا وبنفس الوقت التقينا برفقاتنا اللي كنا انه نشوفهم انه نحكي معهم من ورا الشاشات وهيك، بس انه لما عرفنا الواقع والله الشعور كثير حلو. ان شاء الله اني التقي فيكم، مش عارفه وين، بس ان شاء الله ان شاء الله التقي فيكم كلكم يا رب. هيك نعمل بمجمع كثير كبير واشوف كل الطلاب تبعوا المسارات ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وانتوا هيك خريجين من الجامعة ما بتعرفوا، يمكن حدا فيكم انا يصدف انه ادرسه بالجامعة ما بتعرفوا، يعني مش اشي كتير. ان شاء الله بإذن الله بالتوفيق. والله يا سارة مبسوطة كتير انا يعني اسمع اصواتكم واخباركم. ونحن بالأكثر. طيب في كان شاب رافع ايده بدي افتح له كنت المايك فما لحقته انا، مش عارفه يمكن بالغلط. ندى وائل استنيت كتير يا ندى، انا بعرف ندى وديانا كتير استنوا، معلش انا بعتذر منكم. مش عارفه كانه في مشكله بالمايك فانا رح اخليه فاتح. لا ما في صوت. طيب ماشي. ندى بس شوفي شو المشكله عندك تمام، ورح اضلني فتحت لك المايك أول ما يمشي الحال خبريني تمام؟ أوكي. طيب ديانا عشان بديش إياها كتير استنت. ديانا كيفك يا ديانا؟ السلام عليكم أنسة، كيفك شو أخبارك؟ هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو الأخبار يا ديانا؟ قعدت ما تفتحي المايك. ليه أنا حبابة. شو أخبارك؟ لا طولتي وكتير كنت مضغوطة فقلت إنه لأني بدي إنه مثلاً أسأل ما رح يفتح لي المايك. إن شاء الله كل حدا رافع إيده هلا رح أظني فاتحت له، يعني حيحكي. عرفت أنا جاي أسمعكم، يعني أنا جاي أسمعكم أكثر بس بقدرش لازم يعني هيك أظني أسولف. آية ديانة خبرينا أنت بأي صف؟ والله بكالوريا أدبي. الله يوفقك يا رب. كيف الاستعدادات؟ والله الحالة يعني بتبكي حالتي. ليش يا ديانا؟ مدري انه مني انه نفسيتي انا سلبية عم تعكس علي او هي الامتحانات والضغط والولاد وهيك. لاني عندي 3 اولاد انا في المدرسة كانوا يضغطوا علي كتير بالامتحانات. هلا ما طلع عندي طاقة ابدا. لا طولي بالك، هلا مش هم يخلصوا امتحانات الولاد ولسه؟ لا خلصوا الحمد لله من كم نهار. ممتاز. هلأ أنتي بتروحي بتوديهم عند حدا من قريبينك وقت الامتحانات تقول لهم هدول هلأ أولادكم؟ هو المشكلة أنا ماني قايلة لحدا من قريبيني أنه عم بدرس، فلذلك كتير مضغوطة، بيعرفوا الجيران وعم خاف كتير أنا من الجيران أنه مثلا أنا سمح الله للثبت أنه مثلا يحكوا علي كتير عم جيني يعني أنه طاقات سلبية لا تنوصل. فهمت عليك. طب معناته بدك تتوكل على رب العالمين وبدك تحاولي تعمليلهم هيك نظام هم يلتهوا فيه، يعني نشاطات معينة يلتهوا فيها وانت تدرسي، واذا بدك مساعدة ببعث لك على الخاص. الله يسلمك يا رب. هو كيف انه انا كتير مقصرة بالدراسة فبجي بقول انه رح ابذل الاسباب انه ضل اقل من شهر، بعدين بقول يعني اذا بذلت الاسباب على الفاضي انه يجوز رب العالمين ما يتقبل مني لاني طولت يعني لحتى بذلت الاسباب، وهيك كتير عم انه نفسيتي عم بتأثر علي. هذا وسواس شيطان، هذا بتخزي الشيطان تقولي أعوذ بالله منه، لأنه هاي وساوس شيطان. حبيبتي لسه في معك وقت، لو بلشت اليوم عرفتي. وتحدياتك أنت شوي مختلفة عن تحديات باقي الناس لأنه أنت لحالك وعندك أطفال واسم الله 3، بس ممكن أعرف شو أعمارهم بعد إذنك؟ بس أعمارهم الكبيرة صف رابع والأصغر صف ثالث والأصغر أول. ثالث ورابع وثالث وأول صح؟ ممتاز. أوكي. طيب إن شاء الله أنا رح يعني أبعث لك هيك نظام نشاطات يعني مش يلتهوا فيها، يعني كمان إنه تساعدهم إنه يعيشوا عطلة صيفية حلوة للأطفال. أنا بصراحة بعتمدها مع أحفاد العائلة،
فإن شاء الله أنها تفيدك لأنه تشغلهم بنفس الوقت أنت فيكي تفضيل للدراسة. بس توكلي على الله واستعيني بالله وما تقولي إنه أنا ما أخذت بالأسباب وكذا، يعني بالآخر هذا أخذ بالأسباب مش هو اللي رح يوصلك، فضل رب العالمين. بس أنت اعملي اللي عليك يعني من دون ما تشككي بنفسك، تمام يا ديانا؟ وإذا بتحبي بعتيلي جدولك الدراسي إذا يعني بناسبك، بلكي هيك لقينا يعني حل. ما لا أنا ما بدرس غير في الليل، بس يعني في الليل، ويجوز لأني ما بنام في الليل وفي النهار بشتغل وهيك مع الأولاد، فكتير إنه مضايقة وتعبانة وحتى نوم ووجع صايبني واكتئاب، فكتير يعني الأحوال متنهلة. ما قلت النوم تعمل اكتئاب ديانا وأنت يعني. طب بدي أسألك سؤال، اللي بصف رابع وثالث بيساعدوكي مثلا بأشياء بالبيت يعني؟ مثلا يعني عادي احنا هون عايز. إنه بيخربوا أكتر ما يعمروا. طيب ما هو احنا هون نركز لانه هم يصيروا يساعدونا شوي بالبيت، ما قصدي يصير عمالة اطفال، بس مثلا يعني ماما مد الصفرة مرة ساعدني بشيلها، عرفتي يعني في مهام منزلية حلو انه الطفل يتعود عليها من هلا انه يساعد اهله. اول اشي هو بينعال وبنفس الوقت هو بصير يتحمل المسؤولية. انا بعرف انه صعب بس فرصة يعني، هلا الامتحانات فرصة، عرفتي؟ بس ان شاء الله يعني انا حدلك باذن الله على طريقة باذن الله تعالى ان شاء الله. الله يجزيك خير يا رب. بس انا ما بدي يعني قله النوم هي تاثر عليكي، لانه انت يعني ديانا بدنا اياكي حبيبتي في امتحانات وفي تركيز وفي في مرحله جاي انت مقبله عليها، عرفتي؟ ف بس كويس انت محدده شو الاشياء اللي ممكن تكون عائق امامك، وان شاء الله بتنحل باذن الله تعالى. ان شاء الله. هو انه بس ان شاء الله انه اتكل على رب العالمين حق الاتكال، لاني كثير هيك احيانا بتشتت، وإن شاء الله ما بيخيبني على الظروف اللي مريت فيها إن شاء الله. أكيد بإذن الله. وضلك استعيني بالله وشوفي كاد الشيطان ضعيف، يعني إحنا دائما في عنا مقولة بتقول إنه الشيطان شاطر، لا الشيطان مش شاطر، كاد الشيطان ضعيف يعني صدق الله. لأني محطة كتير أنا يعني بالدراسة، فبقول إنه ما رح ألحق ما رح أنجح. ده. إنه يا ستي اعملي اللي عليك. صرت خاف حتى من أولادي إنه مثلاً يكون أنا مثلاً طاقة سلبية إنه رسبة أمنا أو هيك، كتير صرت أخاف. لا 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 بالعكس، هم رح يشوفوا أم عظيمة عم بتجاهد وبتحاول وبتشتغل على حالها، ويا ستي لا قدر الله لو ما زبطت هاي السنة في سنة الجاي يعني هاي مش نهاية العالم أبداً، والحياة مليانة فرص، عرفتي؟ بالعكس هم رح ينظروا لك ويكونوا فخورون فيكي ويتعلموا منك إنه الأشياء ممكن تصيب من أول مرة وممكن ما تصيب، بس أني أظني أحاول، فما تقلق من هاي الناحية أبداً، بالعكس نيالهم فيك يعني يا ديانا. الله يسلمك يا رب، يحفظك ويسعدك يا رب وموفق يا ديانا إن شاء الله، ربنا يستر أمورك كلها. الله يسلمك يا رب، الله يجزيك الخير يا رب. وإياكم يا رب. أحمد محمود، تفضل يا أحمد. ولا أرولا، استنوني، تفضل يا أحمد. السلام عليكم أنسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا أحمد؟ الحمد لله نشكر الله، أنت كيف حالك؟ والله نشكر الله. أي صف أنت يا أحمد؟ تاسع والله يا أنسي. كيف الأوضاع والاستعدادات؟ والله يا أنسي أنا بكرة تقديمي، أنا هلا متوتر. ليش بكرة تقديمك؟ أنا مسجل عفرين والله. أحمد أنت اللي كنت ساكن في تركيا؟ لا دار فزة. وين؟ دار فزة. أوكي تمام، فكرت. طب ليش أنتوا يعني عفرين؟ دقيقة بس عشان أستوعب، هي عفرين غير يعني بتقدم بوقت غير ال إيه طبعا. طب متى بتخلصوا إذا بتبلشوا بكرة؟ الامتحانات ورا بعضهم يعني بتخلص قبل العيد؟ لكن يعني الخميس بخلص. ما شاء الله، الله يوفقك يا رب إن شاء الله بإذن الله، ربنا ما بيضيع لك تعب. بس كيف الهمة والمعنويات؟ والله يا أنسي الهمة يعني مش عندها، خليك نزل كتير، خليو عم أحفظ آخر شيء عم طل هيك عم أنسى، أو يعني ما مركز منيح، ما بعرف عم يصير معي، خايف شوي. طبيعي هذا، طبيعي أحمد. هلا أنت تعرف بتكون أنت كتير دارس،
فزخم المعلومات والمواد كله بمخك وبكرة عندك الامتحان. فشعورك أنك أنت ناسي كتير طبيعي، بس بإذن الله تعالى لما تمسك ورقة الامتحان وتمشي سؤال سؤال بإذن الله تعالى رح تتذكر كل إشي أنت بتعرفه، ما تقلق بإذن الله إن شاء الله. وأنا أصلي زمان حيث ملاك عم يسمعوك، وإن شاء الله الكل رح يدعي لك يعني من اليوم. صلي تقريبا تارك الدراسة شي 8 سنين ولا يهمك، عادي عادي يعني... بالعكس انت عندك ميزه اكثر، انه مخك اصلا بيكون نضج اكثر وقادر يستقبل معلومه اكثر، يعني ما تفكر حالك، بالعكس انت هلا صرت قادر انك تمر بهاي المرحله اكثر. واحنا والله يعني والله انت عم تعمل انجاز والله، وتحدي خطير بعد انقطاع 8 سنين عم ترجع، والله برافو عليك، وان شاء الله ربنا ما بيخيبك باذن الله تعالى. اي والله رغم الشغل وكل شيء يعني عم ادرس هلا إن شاء الله يا ربنا يوفقك بإذن الله تعالى. والله أنا مالي خبر إنه يعني طلاب اللي ساكنين بعفرين بكرة امتحانهم، بس منيح لك يعني خبرتنا يعني عشان ندعي لهم نطمن عليهم نسأل كم طالب حيقدم بعفرين، فبس إن شاء الله توكل على الله. بكرة شو أول مادة عندك؟ عربي إن شاء الله. عربي كويس، إحنا أشطر ناس بالعربي، أنتوا أشطر ناس بالعربي. لا عن جد أنا بحس الطلاب يعني الطلاب السوريين كتير شاطرين بالعربي، يعني أشطر من الطلاب الدول الثانية. كيف ملاقي العربي؟ يعني أحسه يعني أسهل من كل المواد أنا. صح، بقول لكم بالبسيط يمكن عشان هيك ترفع معنوياتكم للباقي. خلص أنت توكل على الله وحاول أنك يعني تلم المادة قد ما فيك وتركز على الأشياء اللي أنت استصعبتها أثناء الدراسة، وتسمي بالله و هيك يعني تكون مقدام بإذن الله. أنا جبتك أشياء حلوة اليوم والله عشان بكرة عشان أسهل حالي إن شاء الله. ربنا يوفقك يا رب بإذن الله تعالى، وتبقى طمنا شو بصير معك. يعني ما بعرف أنت فيك تروح مثلا الأسئلة أو كذا، يعني ما بعرف إذا في طلاب ممكن يستفيدوا منها ولا أنا عم بخبص الدنيا. والله ما بعرف يعني... بس هونيك هون يعني مختلف في مدلب وغير الأسئلة كلها غير. أيوة أيوة لا هي أكيد غير، مستحيل تكون نفسها. إيش قلت؟ الأسئلة تجي كلها من تركيا. عنا مادة تركية كمان. تاخدوا عن جد؟ شو المنهاج اللي تاخدوا؟ شلون؟ يعني شو المنهاج؟ يونس إمري، إسطنبول، بتيت، أي واحد فيهم تخلص؟ شو؟ غازي أنتاب. أوكي، يعني مستويات كلغة ولا في كتاب معين تاخده؟ أوكي، حلو. طب كيف لقيت اللغة التركية، صعبة ولا سهلة؟ والله صعبة. أنا بالنسبة لي الإنجليزي كان أسهل، يعني أنا تعلمت حق سنة. إنجليزي كمان في يعني تركي وإنجليزي. لا بس هي تركية بالنسبة إلي تركية كانت بالنسبة لي شوي أصعب من اللغة الإنجليزية، بس إن شاء الله بالتوفيق يا أحمد، والله ربنا يقويك إن شاء الله ويلهمك الجواب الصحيح. الله يسلمك ويبارك. شكرا إنك خبرتنا، يعني هلا إحنا إن شاء الله كلياتنا حندعي لك ومسارات طلابها يدعموك بإذن الله تعالى. الله يجزاكم الخير يا رب وينجح الجميع يا رب لقضية تعب إنسان. آمين يا رب آمين، وأنت كمان إن شاء الله موفق بإذن الله تعالى. طيب ولا كيفك يا ولا؟ ولا السلام عليكم، يعطيك العافية. أنا عارفة رح تحكي وأخيرا فتحت لي مايك، بس أنت رفعتي إيدك وشو أول شيء. قولي يا حبيبتي تفضلي. أوكي، الطاقة الإيجابية اللي عندهم شوي صغيرة، عندي طاقة سلبية فانسحبت من الموضوع. لا عادي عادي، احنا عم نتشارك زي ما قلت لكم المخاوف الاستعدادات، يعني احنا بالآخر ماشيين بهذا المركب يعني واحد، فبس ليش عندك الطاقة السلبية؟ يعني من وين جايتك؟ أول شيء أنا ما عندي خوف من الامتحان، يعني كل ما أمس وقت اللي قدمنا
الامتحان التجريبي تعلمت شغلتين منه، انه انت كل ما كنت هادئ اكثر كل ما حصلت تكتب اكثر وتختار صح وتكون نظرتك واضحه اكثر. فاهم شيء الانسان انه يحافظ على هدوءه. صح، حلو حلو. والثاني انه تعلمت انه لا تقول الوقت ضيق او انه الوقت صغير ونحن ما عم نلحق. لا، انه انت بس حطيت هدف في راسك مهما كان الوقت ضيق انت رح تحسن تنجز. كل ما تعبت اكثر كل ما بتنجز اكثر. الوقت ما له علاقه بالانجاز، الانجاز له علاقه بالطاقه اللي انت عندك، وانت انسان رب العالمين عطاك طاقه ما عطاها لحدا غيرك، فانت بتحسن. يعني ايش ما كان الوقت والظرف انت بتحسن، انت بالمكان الصح، انت ببلش ورب العالمين بيعطيك الطاقه. كونك انت واقف بهذا المكان رب العالمين هيئك لهذا الموضوع معناته انت بتحسن. هذول الشغلتين تعلمتهم من الفحص التجريبي. بس هاي الفتره شوي انه مثلا انه بقعد بدرس ما بحس بالانجاز، بحس انه لسه لازم ادرس اكثر من هيك. يعني هي بس النقطه اللي عندي اياها. بس لسه في وقت، انت ما تحكمي على حالك بالشيء النهائي اللي لازم تعمليه ولسه في 25 يوم، عرفتي؟ ولا يعني ما تحملي حالك ثقل، هو بده بس وقت، عرفتي؟ بس بالوقت بيمشي حاله. انا فاهمه عليك شو عم تحكي. انا بعرف انه الوقت ما له علاقه، انا بعرف انه الانسان بيحسن ينجز باي وقت وباي ظرف وباي مكان. انا قصدي النتيجه اللي انت عم بتطالبيها من ولاء هي بس بدها هدول ال 25 يوم، عرفتي؟ يعني ما رح يصير بكره. فما تحمليها انه والله انت ليش لسه مش واصله. ليه؟ لانه انت عندك الهدف كتير واضح مبين وعارفه شو الخطوات له، بس هاي الخطوات ما رح تجي بيوم وليله، بدها هدول ال 25 يوم لسه، عرفتي يا ولاء؟ فانا حاسه بشعورك، فهمت تماما. لا بس انه انا بقعد بدرس الماده بكون دارست قبل هالمده، بس انه لما بخلصها بحس انه لسه لازم، بحس انه في شيء غلط او في هيك في نقص في شيء غلط، مع اني اكون دارسه كل شيء بس بحس انه في شيء غلط. فهمت عليكي. طيب قادره تحددي ولا بس هي افكار؟ لا هلا انه مثلا هلا هو بس انا بعتقد انه هو بس مجرد شعور، لانه انا لما برجع بعيد الماده ما بلاقي فيها ثغره، بس بحس انه اسا لازم ادرس اكثر. مثلا عندك هلا الفيزياء عندنا قسم عملي وقسم نظري، هي الفيزياء كلها علي 40 علامه. لما بتقعد تدرسيها اول شيء اول ماده وهي ماده كتير صعبه، فلما بتدرسيها وبخلصها بوقت بسرعه بحس انه بقول انه معقول انه انا عندي غلط بطريقه الدراسه او في شيء ما مزبوط او هيك شكوك. طيب احكي لك طريقه ممكن انها تساعدك، تغيب هاي الشكوك. اكيد مباشره لما يجيكي عندك هذا الشعور او هاي الفكره، امسكي اسئله من سنوات سابقه لنفس الموضوع، مش كامله، لنفس الموضوع اللي انت شاكه فيه، وجربي حلي هون. يا إما رح تطلعي بشغلتين، يا رح تحددي أنت وين الفكرة هاي من وين إجت وتشتغلي عليها وتصلحيها، أو رح تتأكدي إنه هي فكرة سلبية ورح يعني نفسك تتأكد إنه أنت أمورك تمام فتنزح. إيه تمام. لأنه أنا عم بحل أسئلة بس بس المادة، وببلش حل أسئلة الدورات أو في ملفات، يعني بيجي كل بحث له أسئلة إيش جاي منه بالامتحان دليله الشامل أو هيك، بقعد بحلهم. إيه ما بحس حل، يعني بحس بس إنه فكرة إنه أنا لسه ماني مستعدة، بس هاي النقطة. شوفي أنت أثرت نقطة كتير 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 رائعة، الحمد لله إنك أنت ذكرتيني فيها. على الاستعداد، تعرفوا لأي مهمة هيك ومحطة مهمة بحياة الإنسان صعب الإنسان يكون مستعد 100%. يعني كلمة الاستعداد الكامل أو التام أو يعني ما حدا بيخوض تجربة هو مستعد لها 100%. فأنت طبيعي جدا أنك تحسي بهذا الشعور،
ومش من واجبك أو ثقل عليك أنك أنت تستعدي 100%. فعادي جدا أنت عم تشعري فيه، طبيعي جدا. وشاركيني يعني إنه يعني إذا بقدر أساعدك بشيء معين خلال المادة، إن إلك يا ولاء أو أي طالب أو طالبة إنه في مادة معينة أنا مش عارفة أحد وين مشكلة عندي كذا، ما في مشكلة يعني، أنتوا هون بإذن الله مش لحالكم يعني. تمام يا ولاء؟ إحنا أمس وقت التجريبي يعني كانوا الأساتذة معنا، أول شيء تعلمنا إنه خلاص أنت ضل هادي، دائما كانوا يحافظوا على الهدوء يعني نحن الموجودين فيه، إنه ضل هادي، أنت كل ما كنت هادي أكثر كل ما بتحسن تحل أكثر. كتير تخطينا الشغلات يعني منيح، يعني كتير كان الفحص التجريبي كتير كان خطوة منيحة، على إنه نحن أبدا ما كنا ملتحقين بمدارس، بس عم ندرس عن طريق المنصة وهيك، وما كنا متعرضين أبدا لامتحانات. وقت اللي امتحنا بمسارات يعني كان كتير كتير في عنا عوائق، زالة هذا الامتحان منه التوتر، منه إنه أنت ما بتلحق، لأن إحنا منلحق مثلا، إحنا امتحنا كل الامتحانات كل المواد بأسبوع واحد، وفي أيام مرقت علينا قدمنا مادتين في نفس النهار، لأنه نحن اكتشفنا أنه نحن عنا طاقة، طاقتنا بتسمح أنه نكمل، بس أنه في لا يخلى الوضع من التوتر، بس كيف. الحمد لله، الحمد لله، يعني في عم تحاول توازني بين الشعورين، منيح كتير يا ولاء. أنا كل ما جتني أفكار سلبية وكذا بقول أنه خلصنا، ليس لي من الأمر شيء وأمري كله بيد الله، يعني إيش بده يصير؟ إيش بده يصير بعدين؟ عنجد شو يعني شو بده يصير؟ عنجد شو بده يصير؟ بتذكر إنه خلاص رب العالمين حطنا في هذا المكان، معناته هو حطنا بالمكان المناسب. كمل. سليم. تتروح الأفكار. الحمد لله. الحمد لله. يعني كثير إليك أنت يا آنسر. جلساتك الحلوة. أنا عم جميلكم عم تشكروني، مش عم بعمل لكم إشي والله يا حبايب قلبي. الله يسر أموركم يا رب. دائما إنه الأنسي أيضاً ما عملت إلا جلسة، كتير والله فقدنا لك يا أنسي هالفترة. وأنا كمان وأنا كمان يعني بصراحة منيح اللي أنا يعني سألت فاطمة وجاوبتني يعني بدقة، لأنه هم كانوا بعتين لنا التواريخ، بس أنا خبطت إنه هلأ في تجريبي ولا في يعني امتحانات نهائية، بعدين لا ركزت إنه يعني في وقت كتير طويل إحنا كان ممكن ننقطع فيه، وأنا ما بدي هذا الإشي بصراحة نهائيا، خاصة في فترة الامتحانات. لهيك أنا ما نتعوش. مش عم بسمعك قولي. إحنا هلا امتحاننا إسا ما ببلش لأربعة وعشرين ستة، يعني إسا كتير في إحنا إن شاء الله شغالين من هون للعيد يعني بإذن الله، وفترة الامتحانات حنكون شغالين يعني هيك على التيمز متابعين معاكم يعني بإذن الله، ما رح نوقف. بس الإشي خلينا المعرفي اللي حنتدرب فيه على الجامعة رح يكون بعد تخلصوا كل الامتحانات بإذن الله، كونوا أنتم بخلصين وأنا إن شاء الله بخلص كمان بإذن الله. يعطيك العافية يا أنسة، يعطي العافية لكل الكادر، يعطيك الخير على كل شيء عم تقدمونا قدمتونا اياه، يعني فعلا يعني كان باي مسار الارشاد ام مسار التعليمي كلياتكم ما قصرتوا معنا، الله يجزيكم الف خير يا رب، يعطيكم الف عافيه، والله ينجحك يا انسة ونفرح في نجاحك ونجاحنا يا رب يا رب يا رب يا رب، ونخلص على خير قصدي يا رب. طيب يا رولا شو الاخبار؟ تمام الحمد لله رب العالمين. أنت بأي صف يا رولا؟ بكالوريا أدبي. الله يوفقك يا رب، كيف الاستعداد؟ متلعب كالناس بالصحراء. راح تعبعاني. إيه كتير عبعاني من النسيان، يعني بحفظ من هون، إيه بعد شوي بحس كله متبخر. ليش؟ مو بعرف، يا الله أنا حدا مو بحب المواد الحفظية، بميل للفهمية، وما بعرف. وكتير بعاني أنا من التوتر، يعني هلا أنا قاعدة بحكي معك إيدي مبوظين، لحتى أنا وقت بنام ما بنام بعمق، يعني بفكر أنه بمهامي اليومية. طيب
طيب رولا بدي أسألك، أنت كيف عم تعرفي حالك ما عم تحفظي؟ لما عم تيجي بتحلي ولا بس هيك لما بتراجعي المعلومات بعقلك؟ لا ما بجرب أحل، بس يا هلا إنه مثل الجغرافيا يعني عم بتعلق شوي يعني، بس أما الفلسفة أبداً أبداً ما عم بتذكر ولا كلمة. طيب زي ما أنا رح بدي صراحة أنصحك نصيحة مثل اللهم صل محمد، مثل ما حكيتها لزميلتك من شوي أو زميلنا عستاف من شوي، إنه تقسمي هاي المواد، وما بينفع إنك أنت تختبري تذكرك أو عدمه بدون ما تحلي مثلا أسئلة، عرفتي؟ أنت هيك زي كأنك عم تعاقبي حالك، يعني أنا والله كيف بدي أتذكر كل الأفكار اللي فكرتها ولا اللي حفظتها من أول نهار لآخره؟ ما بيزبط، لازم يكون في إشي قدامي واضح، سؤال واضح، مطلوب واضح، عشان أنا أقيس حالي أني أنا متذكرة ولا لا. وحتذكر، بس قديش أنا متذكرة؟ كله؟ نص المعلومة؟ وضحت؟ ما وضحت؟ عرفتي يا رولا؟ ففي شيء بدك تغيريه بطريقة الدراسة، ولسه في معاكي وقت، يعني ما تقلق. هيك أنت محددة أي مادة، وحاول أنك تقسميها زي ما قلت لك على طريق أسئلة ونقاط، وما تدخليها مرة واحدة بمخك، هيك أنت عم ترهقي كتير، عم ترهقي، عرفتي يا رولا؟ وخبريني شو بصير معك، وجربي أنك أنت تختبري تذكرك أو عدمه من حل أسئلة. إن شاء الله أسئلة الوحدة اللي بتكون بآخر الكتاب، بآخر المبحث إن شاء الله. إن شاء الله. أنا لحظة يعني أنه صار معي مشكلة بالأخير، أنه باضطراب دقات القلب، يعني أنا ونايمة دقات قلبي يمكن مليون، وصرت لحتى أخذ منظم معه مضاد اكتئاب، مضاد الاكتئاب بخليني كنت 23 ساعة نايمة. أنا هلا دلتم. رولا يا حبيبة قلبي، ليه عم تعملي بحالك هيك؟ صحتك بالدنيا يا حبيبتي، صحتك بالدنيا، ما بيزبط. لا ما بيزبط يا حبيبتي، يعني أهم شيء الصحة، يعني إحنا يعني الله يديمها علينا كلياتنا، الواحد بلا صحته شو بيسوى عن جد؟ يعني عم تعملي صعوبات بزيادة لحالك. رولا أنت يعني عندك إشياء تانية غير للدراسة؟ يعني مثلا بديري بالك على البيت؟ إيه أنا أملى 4 أطفال. أنا بصراحة كنت متأكدة إنه عندك أطفال، لأنه يعني مهام الأم أصلا كتيرة، فما بالك وهي عم تدرس تتقدم بكالوريا، فيعني الموضوع مو صعب ومو سهل، عرفتي؟ بس يعني أولادك وإحنا والبكالوريا بحاجة صحتك يا حبيبتي. صفا ليش نزلت إيدك؟ والله رح أخلي أفتح لك المايك. فيا رولا كتير مهم أنك أنت هلا شي تديري بالك على صحتك، وتتعلمي شوي شوي كيف تتعاملي مع الضغط النفسي والأكاديمي، تمام؟ إحنا ما بدنا نخسر أنفسنا ونضر صحتنا عشان إنجاز ممكن إنه يتقدم، وأنا يعني عندي أقل ما يمكن من التوتر أو الضغط، عرفتي يا رولا؟ هلأ أنت عم تستشيري طبيب بهاي القصص صح؟ إيه تمام. طيب تابعي معه، بس الإشي اللي أنت عم بصير معاكي جزء منه كتير نفسي. أنا مش طبيبة، بس يعني عادي بكون أنا مرة بهيك مرحلة، أو حدا بعرفه بمر هيك مرحلة. الموضوع عندك انت بيس يعني انه اضطراب نفسي، علاقه توتر، هذا من كثر الضغط النفسي اللي انت فيه، يعني انت مش موقف سهل بصراحه. بس احنا ما بدنا نضيع هاي السنه علينا، وانت وصلتي لهاي المرحله والحمد لله، وباذن الله انت قادره عليها، لانه لو انت مش قادره عليها ما كنتش وصلتي لهاي المرحله. فانا بدي اياكي بس هيك تاخدي انفاس عميقه وترتبي يومك بطريقة إنه أنا ما أأذي في نفسي، وبنفس الوقت أحس بالإنجاز، تمام يا رولا؟ وأنا حكون معاكي كمان إذا بتحبي على الخاص، بني أني إذا ما عندك جدول نعمل جدول سوا، لو عندك جدول مش ضابط أو مش قادر تلحقي عليه كمان، يعني واحد لما بتشارك أفكار مع غيره بيوصل لنتيجة معينة إن شاء الله. وديري بالك على حالك، أنت غالية يا رولا علينا، اعتني بنفسك جيدا، موفق والله، يخلي لك اياهم يا رب اولادك ان شاء الله، وتشوفيهم من احسن الناس كل شيء. واياك يا رب هيك كان شوي تفضفضه الا تنسونا بالدعاء. اكيد احنا نتوسط كلياتنا بالدعاء باذن الله تعالى. طيب صفا مصطفى،
السلام عليكم أنسي، أنا نزلت إيدي لأنه أختنا رولا حكت بدي أحكي يعني مشان النسيان وهيك. آه ولا يهمك، بس إن شاء الله أمورك تمام فيه يعني، حتى تمشي على الحال وتخبريني. نعم أنسي عم تحكي معي؟ آه عم بحكي معك، بقولك إنه هلأ أنت عرفتي شو الحل للنسيان. يا أنسي حاولت كل الطرق كل الحلول، الفلسفة كتير بحسها جامدة وصعبة، عبنسى كل اللي حفظته، أبدا ما بتذكر شيء، وقت برجع براجع برجع بحفظ من أول وجديد ولا كأني حافظة من قبل. هي والجغرافيا يعني كتير عبلاقي صعوبة. طيب أنا بصراحة يعني برأيي زي ما قلت لك أنكم تقسموا هاي الأشياء ما تنحط مرة واحدة، علشان أنا ما أرجع تقسموها على ورق، تكون التلخيصات على ورق موجودة جوا كل درس أو مبحث، لأنه إذا أنا بدي أرجع أقرأ أو أدرس من أول وجديد أنا فعليا عم بضيع وقتي وما عم بلحق. عرفتي يا صفا؟ التلخيص هذا هو احكي. عم بقول إنه ما ضل وقت، هون المشكلة يعني ما ضل وقت، والله ضل وقت. بس كيف أنا أشوف أوقات الإنسان اللي يكون مذعور، بيفتح الفلسفة بيفتح العربي بيفتح ما بعرف شو كله مع بعضه. لا إحنا خلص، أنا هدول الساعتين ما كأنه ما عندي غير الفلسفة، بعدين برتاح شوي بمسك كمان مادة تانية ساعتين كأنه ما عندي غير العربي هيك. بس أنا والله ماسكة كتاب الفلسفة وعقلي بالعربي وبالجغرافيا وبالمش عارفة بأي مادة، مصيبة مخي ما بركز. أنا تاركي لك الفلسفة في آخر 5 أيام قبل الفحص، لأنه عندنا أول مادة فلسفة. كويس تخلصي منها، هم بينزح 5 أيام إن شاء الله أنك تقدري تلحقيها، وبتكون قريبة كمان من الحفظ يعني ما بتضطري أنك أنت تنسي يعني. واستعيني بالله يعني، ما لك غير أنك تستعيني بالله بإذن الله تعالى. الله أنسي الله يديك الخير، موفقين إن شاء الله بإذن الله. طيب حيضل عندي هلأ وسام ودعاء، وهلأ دعاء عبد المجيد. السلام عليكم أنسي. هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ والله يا أنسي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كيف الاستعدادات والنفسية؟ إن شاء الله يا أنسي، إن شاء الله تمام، إن شاء الله يا رب. طبعا بعد انقطاع يعني 12 سنة. والله إنه أنا فخورة فيكم، والله العظيم عم تعملوا إنجازات يعني، وما عم تفقدوا الأمل أبداً يعني، أنا جد فخورة فيكم. بس أنت أي صف هلأ يا دعاء؟ أنا أنسي بكالوريا. الله يوفقك يا رب، الله يوفقك يا رب. الله يسلمك ويحفظك. والهمة أهم شيء، الهمة كيف؟ لا الحمد لله إن شاء الله يا أنسي، إن شاء الله تمام، إن شاء الله يا رب. يا رب يا رب إن شاء الله. أهم شيء أنسي الحمد لله أنه ما عندي تقصير، الحمد لله كنت ملاحقة كل درس بدرسه، رغم يعني أنه عندي عيلي وأولاد، بس يعني كنت يعني من وقتي. الحمد لله، برافو عليك، الحمد لله. الله يوفقك يا رب يا دعاء. الخوف يعني ما يقف، الله يسلمك ويحفظك يا رب. هي مشكلة أنه هالخوف شوي. شوفي هذا الخوف زي ما قلت لك، طول ما هو بمستوياته الطبيعية مش عاملت لي عائق، أموري أنا تمام، يعتبر هو وقود وبيلزمني. بس طول ما هو مخليني مش عم مشككة بحالي ومش واثقة وخطوة لقدام وعشرة لورا، لا هون بدي أوقف وأصحصح لأفكاري وأفندها واحدة واحدة، ويعني أستعين بالله. عرفتي؟ الحمد لله ما وصلنا لهالمرحلة. كويس كويس، وعلى فكرة لا قدر الله وحدة وصل لها كله إلى حل يعني، ربنا كبير وهو شايف ومطلع وعالم فينا وبأحوالنا ونوايانا يعني. الإنسان هيك ركز النية، ربنا بيعطيه من عطاياه يعني، ربنا خزائنه مفتوحة وعنده من كل شيء، ما بيقدر يستر لنا نجاح بشقفة امتحان بكالوريا ولا تاسع؟ أكيد بيقدر. أملنا كبير إن شاء الله، أملنا برب العالمين. الحمد لله. الله يعطيك العافية أنسي، يبارك بجهودك يا رب. إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب هيك يعني تفرحي بحالك وبتفرحينا معاكي إن شاء الله، وتفرحونا كلياتنا بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله يا عمي. إن شاء الله الله كريم. إن شاء الله الله يوفقك يا رب. وسام، إحنا هلأ تقريبا يعني وصلنا لنهاية جلستنا، صراحة يعني شحننا بعض، وأنا بعتذر والله من اللي رفع إيده وما كمل يعني،
وندى يعني إن شاء الله للجلسة الجاي أول حدا حديحكي أنت، وذكريني إني أنا أفتح لك المايك لأنه ما بعرف شو المشكلة يعني عندك بالمايك، بس إن شاء الله أنه يتمشي أموره. ديروا بالكم على حالكم، وإن شاء الله اللي بكرة عنده بكرة امتحان الله يوفقه يا رب ويسر أموره. وإحنا على تواصل على التيمز يعني دائما، حكون شغالة معكم بإذن الله يوميا. ربنا يسر أموركم وأمور الجميع، توكلوا على رب العالمين، اسعوا بما يرضي الله، دائما استحضروا كل يوم النية واستعينوا فيها بالله. انتوا هلأ بوقت ممنوع يمر يوم إلا ما تدرسوا فيه، بس دراسة مش بعدد ساعات، بجودة معلومات. حلوا أسئلة كتير، تجهزوا، اسألوا، ابحثوا عن الدعم، احنا هون موجودين، أساتذتكم موجودين، زملائكم موجودين، إن شاء الله ما رح يعني، ورب العالمين معكم أحسن من أي حدا تاني. ديروا بالكم على حالكم، وإن شاء الله ألقاكم قريباً الأسبوع القادم. وهي الجلسات مو إجبارية، هي بس فضفضة ومشاركة يعني مشاكل وشحذ همم مع بعض. وبستناكم عن جد عن جد عن جد بالامتحانات، خاصة امتحانات يا رب، علشان هيك يعني نعمل باكج تحضيري للجامعة، وحتى التاسع رح يستفيد منه كتير. فما تقلق يعني، هو مراعي كل شيء، وأنا يعني قدمت الخطة وتوافق عليها وأمورنا تمام بإذن الله تعالى. فيعني مستنيتنا أيام حلوة بإذن الله تعالى على جميع الأصعدة، فربنا يبارك بالجهود ويسر أموركم دائما، وتعاهدوا بالدعاء لبعض. إحنا نجاح كل شخص فينا هو نجاح لزميله ولرفيقتنا يعني إحنا عائلة، أي حدا فينا بنجح فهو نجاح للكل. طعم النجاح بهاي المرحلة لا يماثل أي نوع من النجاحات، بس تخرج الجامعة أحلى وأحلى. فإن شاء الله موفقين، ديروا بالكم على حالكم واعتنوا بصحتكم كتير منيح، واستودعناكم الرحمن ونراكم قريبا. الله يعطيكم ألف عافية.